أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وأرى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم.